التوقعات طبقا للاجراءات الاحترازيه ونطمن من خلاله على منتخبنا بشكل اكبر. يا خالد مساء الخير عليك. يا أمير، مقدمة جميلة من صديقي عزيز جدا، من صديق عزيز جدا، فأشكرك عليها. حبيبي أخبارك إيه؟ أخبارك أنت كله تمام؟ أنا كله حلو الحمد لله. طبعا أنت قاعد في كبسولة أو في قاعة، فالإجراءات الاحترازية مشددة للغاية. قول لي أنت الأول بتتعامل إزاي مع الجزئية دي، وقول لي مدى جدية وأهمية هذه الإجراءات الاحترازية من خلال متابعتك وتواجدك في مكان الحدث. انا قاعد في الفقاعه الخاصه باستاد العاصمه الاداريه. بنتعامل كلنا، يعني احنا كميديا، كمتطوعين، كاعضاء لجنه منظمه، كلاعبين، كل من داخل الفقاعه بيتعامل نفس المعامله. اجراءات احترازيه مشدده جدا، تعقيم على مدار الساعه، تباعد اجتماعي، اجراءات احترازيه للماسكات، تطهير الايد، بي سي ار كل 72 ساعه، النتيجه بتطلع ثاني يوم، بتتعزل لحد ما تطلع النتيجه عشان ما تختلطش بحد. اجراءات احترازيه مشدده جدا، الناس بتتجاوب معاها بصدر رحب جدا. الامر اللي خلى ميكيل يانسن لاعب الدنمارك افضل لاعب في العالم يشيد بقدره مصر على تحصيل بطوله بهذا الحجم في ظل ظروف صعبه زي اللي العالم كله بيعاني منها، من غير ما يحس ان هو البطوله مفتقده جدا للجمهور، تمام، الجمهور يفرح فيها، لكن الله يحفظه يعني. بس بخلاف عدم وجود الجمهور، الناس متجاوبه بشكل طبيعي جدا. اشكرك على الكلمه اللي انت قلتها، ان في طبيعه مصر هي فعلا اتعودنا منه على مصر. اللعيبه مبسوطه جدا، الاستقبال جيده جدا، اللعيبه بتعمل فيديو شوت كل يوم تقريبا في الفنادق. يعني خالد استاذنك، تعالى يمين او شمال شويه عشان الصوت يبقى اوضح من كده، معلش. كده كويس احنا يعني. كده كويس، حلو. بقول لك اللعيبه مبسوطه جدا، بتعمل تقريبا فوتو شوتنج كل يوم، منتخب مختلف بيعمل فوتو شوتنج بمعرفه اللجنه الاعلاميه المنظمه للبطوله. لو شفت الصور، شفت تويتر، شفت فيسبوك، شفت اي سوشيال ميديا، هتلاقي حاله انبهار كبيره جدا وتداول للصور دي على مختلف الصفحات. فهو بشكل عام يعني التنظيم والاجراءات الاحترازيه لحد دلوقتي شغاله بشكل مبهر جدا، ولحد دلوقتي يعني الناس كلها اللي موجوده مبسوطه جدا من اللي حاصل. ده امر مهم جدا، لكن فيما يتعلق بالبطوله من الجانب الفني تحديدا، وانا عايز اتكلم على منتخبنا الوطني يا خالد، وكيف هي الانطباعات على اداء منتخبنا الوطني بعد اول مباراه، وكمان عايز اطمن من خلالك على استعدادات المنتخب لمباراه اليوم امام مقدونيا اللي هتكون في تمام الساعه 7 مساء. تمام، هو خلينا نقول انه كانت البدايه جيده من حيث النتيجه، الفوز والفوز بفارق ستة اهداف على منتخب تشيلي. منتخب تشيلي ظهر بعكس ما كان متوقع، كان منتخب يعني متوقع ان هو يظهر بشكل ضعيف شويه، بس منتخب تشيلي ظهر بشكل اقوى شويه مما كان متوقع. كان في شويه انتقادات من البعض عن الدور الهجومي اللي منتخب مصر بيعمله، او الطريقه الهجوميه بتاعت منتخب مصر، ولكن عارف حمه البدايات دايما. طبعا منتخب تشيلي دايما جاي، يعني مش دايما، اقصد في البطوله دي جاي مسلح بحماس وعزيمه و و و و، فحمه البدايات بالنسبه له كانت مهمه. قدر منتخب مصر ان هو يسيطر عليها، قدر باروندو واللاعبين ان هم يسيطروا عليها، مجموعه من اللاعبين عندنا خبرات وعندنا عناصر شابه، عندنا عناصر متواجده بثالث عالم وببطل بالزبط. عالم، سواء على منتخب الناشئين او منتخب الشباب. فاروندو عامل تشكيله حلوه من بين الثلاث منتخبات، شباب وناشئين واول، قدر ان هو يوصل لهم الروح، قدر ان هو يوصل لهم الفلسفه بتاعته، قدر ان هم يسيطروا على تشيلي في الماتش الاول او المباراه الاولى، قدر يكسب بفارق 6 اهداف. احمد الاحمر ما كانش موجود النهارده، احمد الاحمر موجود في القائمه. دي جزئيه مهمه جدا، يعني ممكن يكون النهارده متاح ان هو يشارك في المباراه عادي، هو كان مصاب صح؟ كان مصاب، اصابه احمد الاحمر الحمد لله بنسبه 90% شفي منها. كويس. فاحمد الاحمر جاهز ان شاء الله. اضافه قويه جدا في الحقيقه طبعا. طبعا 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 احمد الاحمر هو ميسي الهاند بول يعني، بالزبط. يعني الناس كلها لما بتقول على احمد الاحمر هو يعني اللاعب الابرز في عده اجيال، مش في جيل واحد، واللاعب الابرز في عده اجيال. وجود احمد الاحمر بخبراته بقدراته الفنيه والفرديه طبعا اضافه كبيره جدا للهاند بول في مصر يعني، او للمنتخب.
طيب خالد، انت اكيد قريب من المنتخب ومن الجهاز الفني بشكل كبير، انا عايز اعرف الطموح عندنا واصل لحد فين، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه عايز اسالك على الاجراءات الاحترازيه وانت داخل الاستاد قبل اي مباراه في كاس العالم لكره اليد. خليني اقول على الجزئيه الاولى. زي ما قلت كده ان انا قريب من اللعيبه، يعني باللعيبه تقريبا كلهم او بنتواصل دائما بشكل دائم، نعرف الصوت تاني. الصوت يعني يا خالد يمين او شمال؟ الصوت تاني. طيب كده كويس؟ كده كويس. اثبت بقى. كنت بقول لك انه اللعيبه اصدقاء اغلبنا، اغلب التيم بنتواصل مع بعض بشكل دائم كده، ولكن لازم اكد على فكره التواصل مع اللاعبين تقريبا شبه منحدر في البطوله بسبب الكلمه اللي انت قلتها، الطموح بتاع المصريين. اللعيبه منقطع اي عوامل جاية ممكن تاثر على تركيزهم على ارادتهم تكون بعيدا جدا في البطوله الحاليه. كان يحيى خالد قبل كده صرح في نقطه للبطوله الصوت تاني يا خالد، الصوت يمين برضه، تعالى يمين شويه. انا جيت حلو هنا كده. حلو قوي. طيب حلو قوي. بقول لك كان يحيى خالد نجم منتخب مصر المحترف في فيسبريم، كان صرح للموقع الرسمي للبطوله انه طموح المنتخب المصري معدي دور الثمانيه او الربع النهائي. كويس. ان احنا في اخر بطوله عالم طلعنا ثامن عالم. انا عايز اقول لك انه ثامن عالم ده بالنسبه للاعبين مش اوبشن، يعني هو ده بالنسبه لهم ده مش حل مسموح به. هو احنا بنفكر او اللاعبين بيفكروا لابعد من كده فيما بعد دور الثمانيه، بيفكروا احنا هنعمل ايه في دور النص النهائي، فاهم قصدي؟ ان شاء الله ربنا يوفقهم باذن الله. الجزئيه الثانيه بقى والاخيره، وانت داخل الاستاد قول لي الاجراءات بتبقى اخبارها ايه والامور ماشيه. الاجراءات في عربيه معقمه تعقيما كاملا بتيجي تنقل الصحفيين سواء الصحفيين اللي جايين يغطوا البطوله اللي موجودين جوه الفقاعه برضو معانا، او اللجنه المنظمه اللي موجوده جوه الفقاعه في عربيه، او اللي احنا بنسميها البابل كونسبت، يعني في عربيه بابل تزينها بتيجي تاخدنا من عند الاستاد تودينا لحد بتاخدنا من الفندق تودينا الاستاد. عند الاستاد في ثلاث بوابات، بنتاكد ان الاكريديتيشن مظبوطه، بنتاكد انه الاي دي بتاعك ده لونه احمر اللي هو بيسمح لك بدخول الاستاد، لانه اللون الاحمر فقط هو اللي داخل الفقاعه. لو مشيت كل 2 سنتيمتر بتلاقي كحول، بتلاقي حد بيوزع عليك ماسكات. فرق التعقيم شغاله في الاستاد على مدار الساعه، لا مش هقولك على مدار الساعه، ده على مدار الدقيقه، يعني فرق التعقيم ووزاره الصحه قايمه بدور اكثر من رائع في النقطه دي. فرق التعقيم ما بتسيبش، يعني كل الاجراءات الاحترازيه كمان وانت داخل الاستاد كلها متبعه وبشكل مشدد جدا علشان نضمن باذن الله ان الكل يبقى سليم، يعني بدايه من اول دخولك لحد ما تخرج من الاستاد كله اندر كنترول. كويس، ده امر جيد جدا يا خالد، انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ خالد.